أحمد بدير في لحظات النجاح يحب يقعد ينفرد بنفسه؟ لحظات الفشل بحب أقعدها مع نفسي هل أحمد بدير يعني يشعر في لحظات بصفاء كامل؟ في وقت معين وفي مكان معين والله ما أنت فالح يا لا بيشجعوني ولا بيرفضوني إنما عارفين إن أنا بحب ده ولا حسبنا في البيت؟ <applause> لا لا ساعتها بس حسيت إن أنا ممكن أعمل الكوميديا دي اللي يصنع البكاء ما ينزلش من عينيه انا عملت الزينه بركات ما خدتش فيه جايزه بعتبر ان انا خدت جايزه النهارده استاذ احمد معروف ان دايما ليك راي في شغلك ولا تتنازل عنه ابدا ومنطقة السعيد تطلع في الشغل حتى لو كان في عرض مسرحي وده حصل لك في مسرحية دستور يا سيدنا وده ممكن يأثر على استمرار العرض إنك أنت تكون لك رأي خاص يعني حصلت في دستور يا سيدنا مع الأستاذ جلال الشرقاوي وفجأة أنت وقفت العرض وفسخت كمان العقد وبصراحة مشيت ولجأت كمان للقضاء وفي حاجات كتيرة أخرى هل تقدر توضح لي النقطة دي؟ هي دستور بالذات كانت أهم مسرحية أنا عملتها. أه. يعني <applause> بلاحظ إنك بتذكرها كتير في كلامك آه. يعني بتحبها. يعني هقول لحضرتك حاجة، لا. دستور يا سيادنا من حوالي عشر سنين عرضتها هي السيد الرئيس عملها دلوقتي عمله دلوقتي اللي هو الترشيح بالانتخاب مش بالاستفتاء. كويس. فاحنا كنا بنقول ده في المسرحيه دايما الفنان عنده استشراف يعني آه. ممكن فعلا دي يعني كنا بنقول ده في المسرحيه في المسرحيه كانت ناجحه جدا وكانت جريئه جدا وكان شيء عبقري ان لم يعترض عليها وتعرضت ونجحت جدا لمده سنتين آه. ففي اثناء التصوير هنصور المسرحيه ونستمر لان المسرحيه تقعد خمس ست سنين نعم للنجاح الرهيب النجاح الرهيب اللي كانت فيها فعلا فكان المسرحيه حنصور فالممثلين لجاوا لي قالوا لي دلوقتي احنا هناخد ايه في التصوير؟ قلت لهم العرف اللي هو نص شهر. فقالوا لي طيب عشان الاستاذ ما كلمناش فكلمت الاستاذ جلال قال لي لا العقد بتاعهم ما فيهوش نص شهر. قلت له بس العرف يعني بيقول كده. هل ده عرف في كل المسارح عرف ولا ان التصوير يبقى نص شهر. امم ده العرف. كويس. انما في العقد بتاعهم ما, ما ما كتبش البند طب ما هو <applause> العقد شريعة, شريعة المتعاقدين هو الأستاذ جلال قال كده طيب بس أنا قلت له ما ينفعش أمثل يا أستاذ وآخد أنا آه الأجر بتاعي للتصوير وزمايلي ما ياخدوه <applause> يعني أنت كان مصروف لك الأجر يا أحمد إن أنت تاخد النص شهر أنا الشيك بتاعي آه أنا بتكلم عليهم وهو عنده حق في إن العقد شريعة المتعاقدين ما ذكروش بس أنا كان عندي حق في إن أنا أقول إن العرف آه فبقى في صراع ما بين العقد والعرف ايوه بس هل انت كان في عقدك كاتب انك هتقبض اه كنت كاتب انت وانا آه اعتقدت ان ده مكتوب لكل الناس النص شهر اه فهو لما اتفق معهم حدش قال على الجزئيه دي وما ما, كتبهاش فكان الاختلاف ان لا لان لأ لأ ما فيش في العقد ده بس ف له يا استاذ مش هينفع انا امثل وانا واخد فلوس وما ما يبقاش في حافز ليهم فهو الاستاذ جال حقاني بمعنى هي. لما بيلتزم بحاجه فعلا بيدفعها يعني او بيلتزم بيها بس هو التزم هنا بالعقد ان ما فيهوش وانا التزمت بالعرف بس ف يعني انت عملت هذه التضحيه من اجل زملاء مش من اجلك لان انت واخد حقك لا انا واخد فقلت له خلاص يا استاذ يبقى اخرنا النهارده بقى ونصور روايه وكده وانتهى الموضوع ما حزنتش على انك بتقفل روايه بس موقف زمايلي كان اقوى من حزني مم. انا يعني ازداد مم. اعجابا امام الكاميرات الحقيقي. وامام الجمهور يعني احييك بصراحه على الموقف مم. حلو ده احنا كنا فاهمين غلط يعني احنا مش عارفين ليه انت بتوقف مسرحيه دستوريه سامي وهي ناجحه وتلم حاجتك وعايز وتمشي لا ما أنا قلت العقل. يعني يا استاذ طب نديهم نص شهر لا طب اخر النهارده قال لي اوكي قال اوكي أه؟ جميل طيب مسرحيه بقى على الرصيف أه. اخراج ايضا الاستاذ جلال الشرقاوي فجاه ستة. انت آه توقفت انت ولميت شنطتك وعلى البيت أيوة. ومشيت مم. وبعدين صرحت في ارشيفك ان فساتين شريهان آه هي سبب خلافك مع جلال الشرقاوي معقوله إيه إلح. الحكاية اهو ادي الارشيف بتاع سيادتك وادي صورتك أوه. وملزوقه يعني انا هنا لزقت لك الموضوع اه ده افيه كنت بقوله كل يوم وكان بياخد تبرعوا اه تبرعوا للاميره ديانا وتبرعوا مش عارف ايه لا ده, ده إفهات كنت بقولها وكانت اه ده انا قعدت اقولها سنتين طب ايه اللي خلاك تلم شنطه هدومك وتمشي وتسيب العرض المسرح ممكن انت مني الاستاذ جلال انا مش هزعله ده اولا ده, ده, ده استاذ جلال كبير قوي وحبيبي يعني. وانا بحبه جدا جلال بصراحه يعني و... استاذ جلال ده من امتع المسرحيات اللي عملتها في حياتي هو دستور و... وعلى الرصيف طبعا طبعا وانما هو في الاختلاف في مسائل ما, ب... ما بيفقدنيش وجهه نظري او 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 رايي وهو غني عن رايي في انه قيمه كبيره جدا م. هو بس انا دايما اختلف مع الاستاذ جلال المنتج مش المخرج امم لا بس بيقال انه حتى الفنانه الكبيره اللي كانت وقتها لسه ما اعتذرتش سهير البابلي اه اعترضت وحصل بين بينك وبينها خلاف لا لا خالص هقول بقى اني ما افتكرش الحاجات دي بس لا أنا... تفتكر لا انت بس, بس انا فاكر هو قبل البرنامج انا هقول للمشاهدين قال لي ايه بس انا مش عايزه افتن انما حتى أقول له هو حاول يقولي قبل ان هو بينسى المواقف ينسى الاسماء ينسى مهما يقول احنا عندنا حاجات تفكر لا لا بس في حاجات أقل... لا في حاجات انا فاكرها الموضوع ده بالذات في حاجات نقط كده لازم ابقى فاكرها أه. على الرصيف شغاله ناجحه لمده سنتين هنسافر الكويت بالمسرحيه المفروض انا اخد مبلغ في في, في, في السفر آه. مش عارف ثلاث امثال الاجر مش عارف ايه حاجه كده فالمفروض اخد 800 دولار فقلت له يا استاذ انا عايز 1000 فقال لي لا 800 قلت له السفر في شهر ايه؟ قال لي في شهر كذا وكذا أو يا كذا يا كذا الشهرين دول مكتوبين في العقد بتاعي انهم يبقوا اجازه اه حلو كويس قلت له طب بس انا الشهرين دول اجازه اه وبعدين عندي سفر في الاردن حاخد مش عارف ألف دولار انا بقول اي كلام آه. هو عارف ان انا بقول اي كلام. اه. فقال لي سافر قلت له نصيحة قال لي لا لا مش مشكله هلغي السفريه. قلت له طب ما هو 200 دولار يا استاذ قال لي لا قلت له خلاص رحت آه. آه. واخد شنطتي ومشيت. يا خبر. خلاص. طب يعني يصل. بس انا هقول لك حاجه آه. ما الاستاذ جلال برضه هو ايه آه 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 عنده لذيذ يعني انا برضه غبت شهر بس رجعني تاني. بس ما ادانيش بقى ال 200 الفرق اداني اكتر والله <applause> <applause> اه لا لا عموما احنا برضو في ساعه صفا بنحب نسمع ايه اللي لا وأنا... بس هل يصل الامر انك ده موجود في ارشيفك على فكره قلت انك تعلن في يعني احد المجلات تقول انك لن تتعامل مع جلال الشرقاوي مره اخرى هل وصلت الحكايه ده الواحد مع اخوه ممكن يقول انا مش هاكل مع اخويا تاني اه لا في الانفعال ممكن يتقال اي حاجه انت انفعالي انما احمد بعد على الرصيف اشتغلت في دستور آه. وبعد دستور اشتغلت انا متفائل آه. ولو طلبني تاني الاستاذ جلال هروح له طبعا آه. لان انا مستفيد فنيا طيب أه تسمح لي ارجع لدستور يا سيدنا ممكن أه في مسرحيه دستور يا سيدنا آه. كان أه حصل خناقه بينك م. وبين الفنانه نرمين الفقي صح وتقريباً الخلاف بتاعكم وصل لحد القضاء والمحاكم وعدة جنح مباشرة حصلت أنت بتبصلي يعني مستنكر ولا أكمل؟ أنا بسمع طيب وحكم بحبسها ست شهور واتحكم عليها بالست شهور صح؟ وبعدين قلت الآن أستطيع أني أنام أنت؟ يعني قلت كده وده برده موجود ايضا في ارشيفك قلت الان استطيع اني انام موضوع قديم وخلص وهي ربنا يكرمك طب ايه السبب ربنا يكرمك حصل حصل خلاف بسبب ايه؟ حصل خلاف اثناء المسرحيه على فكره انا اللي مقدمها انت اللي مقدم اه يعني انا اللي اللي جبتها وقلت للاستاذ جلال دي تعمل البطوله أصلاً طب ليه؟ خلاص ليه قدمتها؟ أه شفت لها اعلان فعجبتني فالدور كان لازم بنت جماعيه ومش عارف ايه فقلت له ايه رايك انا شفت في كذا واعلان وبنت لذيذه ومش عارف ايه قال لي على مسؤوليتك قلت له على مسؤوليتي طب انت شفتها في الاعلان في التلفزيون يعني؟ اه وبعدين دورت عليها وكلفت ناس بتوع اعلانات ففعلا جابوها وقابلت الاستاذ جلال ومضت العقد على مسؤوليتي آه. ومرنها الاستاذ جلال كويس جدا واشتغلنا والمسرحيه كانت ناجحه جدا وبعدين حصل خلاف فسابت المسرحيه فمش ثابته عشان ابقى صادق انا قلت لا تمشي من المسرحيه عشان لانك على الاستاذ جلال خلاص ومشيت من المسرحيه فشهرت بيا بكلام ما يصحش يتقال ف موضوع والله ما كان له لازمه يتقال يعني باختصار اتقال كلام في حقي مش مظبوط فحصل الحكم فحصل اعتذار في الجرايد فتصفى الموقف وانتهى الموضوع طب كل ده بسبب ايه يعني ايه الخلاف مش فاكر اللي فاكر ان في اعتذار نزل. لا هي بتقول ان الخلافات الشخصيه بينك وبينها اطاحت بالمسرحيه وهي قالت ايضا يعني ردت عليك قالت لك عيب يا بدير انا في سن بناتك آه. وطلبت بمليون جنيه تعويض لانك ابعدتها عن المسرحيه بعد ضغطك ايه؟ ما... على الاستاذ بص يا استاذ النتيجه لا. ايه؟ ايه النتيجه؟ لا نتيجه كل اللي اتكتب ايه؟ اللي غلطان يعتذر مش كده؟ صح بس فالاعتذار حصل. بذل اعتذار في اربع جرايد مدفوعه ما الأول. انت قعدتها في بيتها سنه ونص اللي اتقال في حقي المفروض ما آه. ما سامحش اه بس زوجتي وبناتي هم قالوا لي لا زوجتي قالت لي انت عندك بنات وبناتي قالوا خلاص بقى فعلى آه. هذا الاساس سامحت اه حته انها توقف سنه ده ده تحقيق نقابه بصرف النظر عن ان انا وكيل نقابه او كنت في النقابه ليه بقى؟ بقول آه. الحكم صدر ليه؟ آه. ايوه ليه؟ الحكم ده يصدر في حاله واحده. نعم. خلاص؟ ايه الحالة؟ ان اقول لك ان انت شتمتيني في الجرايد فانت تقولي لا انا ما شتمتش. مظبوط؟ اه فيقوم الصحفي يقوم جايب شريط يقول لا انت شتمت وقلت كذا. مم. فاصبح في ادانه خلاص؟ لان هو في النقابه قالت لا انا ما قلتش. ايوه. انما آه لما انا رفعت قضيه على الجرايد كمان راحت الجرايد مديالنا الشرايط. فبقى آه. في فعلا حاجه يعني فيه في اثباتات في اثبات فناس ناس كتيره كلموني انما اقوى حد اثر عليا في هذا الموضوع هو بناتي وزوجتي بناتك وزوجتك آه. هم يعني هم نوجه, لهم هم. نوجه لهم تحيه في ساعه صفا آه لان طبعاً. هم السبب في انك انت تنازلت او 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 صالحت مع نرمين الفيل طبعا طبعا مم. طيب انا عايزه اقول انه في ارشيفك انت قلت برضو ايضا كلام قلت ان العديد من الفنانات تضخمت ثروتهم بطرق غير مشروعه وغير شريفه وانك على استعداد لكشف مصادر الاموال ايه رايك في الموضوع انا قلت كده اهي صوره ارشيفيه ليك موجوده ده في مجله ولا بعد اذنك افترض ان في جورنال هيفرق عن المجله كان قطع لا اصل انا قلت في مجله نعم. قلت عايزين نطبق قانون من اين لك هذا آه. على بعض فك... ادعياء الفن هي هي كانت فيروزه اليوسف على فكره ال... الكلام اللي انت قلته اه له. بعض أد... بعض أد... أدعي... بعض ادعياء الفن لسبب هقول بمنتهى الصراحه آه. احنا لنا الرياده الفنيه في كل مكان آه. ولينا فنانيننا العظام ها آه. فدلوقتي اصبح المجال مفتوح قدام اي حد انه يمثل والهدف من هذا التمثيل ليس انه بيحب التمثيل ولكن الهدف انه يحب الفلوس والعربيات والمش عارفين فقلت علشان نحافظ على فناناتنا المحترمات الجيدات العظيمات لازم نبعد الشوائب دي عنهم لإن بيسيئوا للمجموعه فما ينفعش قلت لهم هنحسبها بالظبط مقالي ممثله طالعه بقى لها سنه كويس كويس مم. عملت عشر مسلسلات في السنه وده طبعا مش معقول مبالغ فيه ما ينفعش و افلام آه. وده مبالغ فيه قوي قوي و مسرحيات آه. وده مبالغ فيه خدت في الحاجات دول كلهم كام وهي لسه بادئه هتاخد ألف مم. لا ألف نص مليون يعني <applause> لا مليون طب مليون مليون هنقول انها خدت مليون طب ازاي خدت مليون في الحاجات دي وهي عندها العربيه لوحدها ب 750 والفيلا مش عارف ب 2 مليون والرصيد أوه. في البنك 10 مليون يمكن هي من عائله عريقه عندها ميراث انا بتكلم في المطلق يا مدام صفاء <applause> بتكلم جد والله لان أه هل ده كان من موقعك كمسؤول في نقابه الممثلين أه يعني انت حسيت ان ده عشان تخدم تخدم الاخرين ما هو السبب؟ لسبب, لسبب ك... ان انا بحرم ناس هي احق بانها تمارس مهنتها اللي متفرغه لها أه واللي عماله طالع عينها فيها أه وبجيب حد لمجرد ان واحده حلوه او واحده ماشيه في الشارع او قريبه مش عارف مين او علان ايه وبعدين فجاه هوب و فده بيسيء للجموع آه وخاصه بره لما الواحد بيقرا الاخبار دي بيحزن مع ان احنا آه وبمنتهى الصراحة نعم كل الفنانات والفنانين بتوعنا العظام واللي بذلوا مجهود وتاريخ و و و يعني لما بيجوا في آخر أيام ما بيلاقيش ياكلوا اه للأسف مش كده؟ طب أو يعني بيبقى يا ما أنا فاهمة على القد طب ما هو ده هيدفعني أسألك أقول لك وأنت وأنت بقى كمسؤول في النقابة في فترة م. كبيرة جدا وما زلت إلى الآن عملتوا إيه للناس دي؟ أولاً إحنا ااا آه أه خدنا موافقه مجلس الشعب على قانون بان التمثيل ده أه مش لكل من هب ودب وان المنتج المخالف يبقى فيه غرامه وفي المخالفين سجن طب بعد اذنك ووه ووه ووه. انا هقاطعك قبل ما تكمل وتستمر آه. انت اخترت نرمين الفقي من خلال اعلان تعرف منين هي ممثله خريجه ايه ولا ايه الحكايه ولا تنفع ولا ما تنفع مثلا يعني مم. كل ان هي نرمين طبعا نجمه جميله جدا ووصلت لمرحله حلوه تعرف انت ساعه ما شفتها كده مجرد انك شفتها رحت مقدمها تلعب بطوله مسرحيه. تعرف منين انها تصلح لكل ما هو ما هو انا معايا مخرج كبير. مم. كويس؟ وبعدين بيتعمل تيست وبيتعمل بروفات فبيبان يعني حتى لو بعد شهر من البروفات مش كويسه ما كانتش استمرت. ادي حاجه، حاجة تانية احنا في النقابه لازم بنعمل تصاريح نعم. بنعمل اختبار للي بي... آه. نفرض ان حد لسه يعني داخل هل... جديد هل هل اختبرتوا نرمين مثلا؟ اه طب قعد اولا ما كانتش لوحدها كانت هي وكان في اتنين تلاته كمان وقعد يقرا معاهم فتره طويله و... ولم ي... رغم انه قال لي اوكي على انها تعمل دور انما ما قالش ده صراحه ليها لنا فاكسات من دول عربيه شقيقه ومن مشاهدين بيحبوا النجم الكبير ده ويلاقيه مختفي كده عن الساحه ومش عارفين حكايته ايه ولما يظهر في اي برنامج بيبقى الواحد قلبه بيتقطع لانه مش هو المفروض يبقى اللي بعد المكانه الكبيره يبقى في هذا الموقف والله هي مشكله مدام صفاء ان نعم. احنا عاده الفنان آه زي العامل الاجير بمعنى ان انا هخش مسلسل الشهر الجاي هيخش لي فيه عشرة قروش انا بصرف العشرة 10 قروش قبل ما بخش كلنا مش صحيح لا ده صحيح ليه ببقى عارف ان في عشرة قروش ها حد اتنين مش عارف ايه وهجيب مش عارف ايه وحاجات ايه وهصرف ايه وهعمل ايه فبقعد اصرف على حس اللي جاي فاحنا دايما سابقين اللي جاي امم فمحدش بيبقى عامل حسابه لبكره قوي وده غلط طبعا يعني لأن إحنا التكلفة كتيرة بتاعت أي فنان من ملابس لمظهر لمظهر لدعاية ومحسوب عليه لمصاريف لنسريات لحاجات كتيرة جدا لمعيشة هو طبعاً. لازم يعيشها مستوى ف... م. حياة صعبة طيب م. كويس الحياة صعبة أنتوا عملتوا إيه ليهم؟ أنا بقول لحضرتك عملتوا إيه؟ قلت لي إن إحنا منعنا الناس الدخيلة على الفن أيوة. وطلعنا قانون من آه. مجلس الشعب ايه تاني بقى احنا ياخد. القضيه الرئيسيه قضيه التشغيل ما دي كمان قضيه كبيره جدا ما هو دي اللي احنا مش عارفين نحلها طب دي ليه ما تقدرش ليه بقى احنا قعدنا كذا مره مع لجان ومسؤولين وكده على حته ان يبقى في حاجه في الاذاعه اسمها الدوره يعني انا انا شغال مع المخرج فلان الفلاني ما ينفعش اشتغل مع العمل اللي بعده لازم يفوت ثلاث اعمال القاعده توسع علشان كله يشتغل وعشان كله يشتغل صح اتردت رد بسيط مم. ومقنع يقول لك والله المخرج دي رؤيه فنيه ما تقدريش تفرضي عليه حد ودي جمله مطاطه جميله دي كمان حلوه ومطاطه فعلا تعمل آه. شلاليه يبقى انا بشغل شلتي وافضل على كده بص خلاص. حضرتك هو انا آه آه دي ثالث دوره ليا ايوه في النقابه آه. كويس مم. يعني 12 سنه اه اللي حضرتك لازم برضه اقوله ان انا قدمت استقالتي من حوالي شهرين ثلاثه آه. ورفضت انما انا مصمم عليها لان خلاص حتى فاضل على الدوره دي فتره قليله لان انا مش قادر اتحمل برضه تبعت ان حد يدي عليا او حد يقول لي انتوا بتشتغلوا واحنا بنشتغلش او مش عارف ايه فانا قلت فعلا هروب اني اهرب من المسجد اه انت قلت هروب ودي هروب, هروب ودي سلبيه آه، سلبية؟, إن... سلبيه لاني ما قدرتش اعمل حاجه بصراحه سلبيه لان في ثغرات كتيرة ما تقدريش تحكميها طب ليه ما تتعملش فرقه تابعه للنقابه ممنوع فلنفترض ممنوع اه او مسلسلات ممنوع ممنوع ليه لازم آه لا لازم حاجه غير النقابه طب انا عايزه اقول ان معانا شاشه للكاتبه يعني الصحفيه نوال مصطفى رئيس كتاب اليوم اسمح لنا نشوفها هتشوفها هتقول لك <applause> الفنان احمد بدير فنان متميز بعطائه متميز ببصماته الخاصه في فن من اصعب الفنون في رايي هو فن الكوميديا الحقيقه اني انا من المعجبات بفن احمد بدير أه وبعتقد ان هو قدر يكون لنفسه أه يعني شخصيه خاصه وصوت خاص في الكوميديا وهو أه من احب الالوان أه الفنيه سواء في السينما او المسرح او حتى أه في المسلسلات التلفزيونيه أه احمد بدير انا بشوفه اكتر على المسرح او بحس بانه يعني قدراته ملكاته الفنيه بتبدو وتلمع وتتألق اكثر على خشبه المسرح هنا الحقيقه بيراودني سؤال احب اطرحه عليه وهو المسرح المصري الان في ازمه وكلمه ازمه اتكررت كثير في كلامنا لكن هي انا فعلا بعتقد ده لانه المواطن او المشاهد المحب للمسرح. يتمنى ان يجد عرضا مسرحيا قويا في النص وفي الاداء وفي التمثيل والاخراج والديكور طبعا احنا عارفين المسرح ابو الفنون يعني من كافه العناصر الفنيه يكون متكامل ولكن احنا الحقيقه قدام خيارين دلوقتي قدام المسرح الدولي بيقدم اعمال مهمه وهادفه وقيمه ولكن لا. يتم الانفاق عليها ماديا وتكلفتها واخراجها بالشكل الغني فنيا بينما المسرح الخاص الذي يقدم لنا يعني الافكار السطحيه والابتزال في كثير من الاحيان يتمتع بهذا الثراء في الصرف على والانفاق على العمل الفني اللي بيجعله اكثر جاذبيه وعناصره الاخرى المكمله زي ما قلنا ان المسرح بالفنون بتخدم وبتقدم بصوره اكثر يعني فنيه نتيجه الانفاق العالي او الثري اللي اللي بيتمتع به المسرح الخاص كيف نحقق التوازن وكيف نحقق المعادلة الصعبة نقدم للجمهور فنا راقيا وفي نفس الوقت يعني يكون له من الميزانية المعقولة التي تمكن هذه الأعمال إلى النفاذ والجماهيرية المطلوبة أتمنى الناس مع رأيه في هذا السؤال إيه رأيك أولا في السؤال سؤال حيوي أنا بشكر مدام جدا طبعا على رأيها في إن في الكوميديا بالتحديد وإنه فن صعب وجميل والسؤال اللي يعني هي عندها حق فيه هو إحنا عندنا مشكلة مزدوجة نعم بس هو آه قالت في كثير من الأحيان يعني في حاجات محترمة بتقدم في القطاع الخاص اه طبعا وفي روايات لصبحي ولعادل إمام ولمجموعة كبيرة وقدموا أعمال محترمة جدا ولجلال الشرقاوي يعني في أعمال جيدة اتقدمت في القطاع الخاص نعم مشكلة القطاع العام، وأنا عملت تجربتين، عملت الملك هو الملك وعملت رأس المملوك جابر في المسرح القومي. م. إن المسرحية بس ده كان اياميها دلوقتي أعتقد ما بقتش فيه المشكلة دي. أياميها المسرحية مهما كانت ناجحة هي الشهر بتاعها تتعرض عشان ميزانية عشان يعملوا ميزانية مسرحية تانية ما يهمهمش النجاح. دلوقتي أعتقد بوجود آه الدكتور اشرف زكي لانه فعلا شاب جميل ومتفتح وبدا يعمل نشاط في الهيئه كويس جدا العرض اللي نجح والدليل الواد سعيد صالح اتعرض في مصر وبعدين راحت اسكندريه واتعرض في مصر مرتين ف وده اللي انا كنت دايما اقوله العمل الناجح يا ريت يستمر ايوه لان متوفر للقطاع العام حاجه مش متوفره للقطاع الخاص اللي بعدت الجمهور عن المسرح وهي ارتفاع اسعار التذاكر مم. النهارده المسرح في ازمه حقيقيه وانا يمكن ما عرضتش السنه دي مسرح والسنه الجايه ممكن ما عرضش ما عرضتش مسرحيه ايضا لان الظروف بقت صعبه جدا التذكره ب 150 جنيه او 200 جنيه والعيله لو خمسه هيدفعوا ألف جنيه ده غير شويه السندوتشات ومش عارف ايه العيله اللي تدفع 1500 جنيه عشان مسرحيه انا لو شخصيا في مسرحيه ليا مش هروح اتفرج عليها وادفع المبلغ <applause> ففي مشكلة حقيقية. صحيح. فلازم نعيد المسرح إلى المواطن البسيط العادي، طب إزاي؟ المنتج الأجور الممثلين، الدعاية مكلفة جدًا عشان ينزل دعاية في التلفزيون يعني عايز له 10,000 جنيه في اليوم. طبع. زائد الأجور يعني التكلفة هتبقى 25 30,000 في اليوم، طب يجيبهم إزاي؟ يبقى لازم الأسعار تبقى مرتفعة. فهي البيضة ولا الفرخة؟ آه. إحنا عايزين الدعاية. تبقى من التلفزيون كعمل ثقافي او عمل سياحي حتى ان تبقى باجر رمز الدعايه للمسرحيات عشان الناس تحضرها وعشان الناس تشوف فيخفضوا اسعار التذاكر فالتذكره تبقى في متناول عايز أقول التلفزيون برضو حلها شويه يعني بينقلوا المسرحيات دلوقتي على التلفزيونات يعني بقت المسرحيه بتعرض على تلفزيونات ما هو المشكله المسرح عبقه وجماله في اللقاء الحي المباشر مم. يعني زي ماتش الكوره انا لو شفته في في ساعتها ولسه مش عارف النتيجه بيبقى فيه توهج وفيه تلاحم غير لما تبقى النتيجه معروفه امم مش هيبقى نفس السحر بتاع المسرح فالمسرح لازم يبقى فيه حل لاسعار التذاكر تخفض والجمهور بتاعنا ما نستناش نقول مسرح للعرب وللسياحه العربيه وكده ونستنى الشهر اللي بيجي في العرب عشان المسرحية تشتغل المفروض المسرح ده يعني زي الكتاب يبقى في متناول الجميع فبالتالي نهتم بالكيف ونهتم بالاعمال و... طب دي بقى تبقى مسؤوليه ايه مسؤوليه الوزارات يعني الوزاره ولا مسؤوليه دي يعني لابد من وزاره الاعلام يبقى ليها دخل في أن الدعاية المسرحية لو يبقى يعني في تبادل بين الوزارات مثلا وزارة الثقافة المسؤولة عن المسرح ووزارة الإعلام كدعاية ولكن لازم بس. نقول أنه برضو المسرح الخاص آه. مهم جدا وجوده في الدولة بقى يبقى موجود آه. يبقى موجود بس الدولة تساهم في انتعاش واستمراره وفي أنها تخفض أسعار التذاكر عشان الناس تروح تخفضها إزاي أن المنتج ما يتكلفش دعاية توازي نصف تكلفه مم. يعني لو هيعمل روايه ب 20000 في اليوم نصها 10000 للدعايه لو الدعايه دي بقت ب 1000 اه يبقى دي 11000 ممكن بقى ساعتها التذكره تبقى ب 70 ب 50 ب 30 فالمسرح يبقى في متناول الجميع عموما انت حبايبك كتير وشاشاتك كتير فمعانا ايضا استاذ اشرف زكي الفنان وحبيبك طبعا وبنحبه كلنا ونشوف هيقول لك ايه على الشاشه الفنان احمد بدير انا لو اتكلمت عنه في اكثر من وجه اتكلم عنه كفنان كبير اتكلم عنه كانسان هتكلم عنه كصديق هتكلم عنه كنقابي هو كفنان رحلة كفاح رحلة كفاح كبيرة يعني بدأها من الصفر حتى النجومية ولازم الشباب يستفيدوا من تجربة أحمد بدير أحمد بدير الصديق يتألم لألم صديقه ويفرح لفرح صديقه أحمد بدير النقابي بقى من قبل ما ينضم لمجلس إدارة النقابة وهو نقابي وهو في دمه الخدمة العامة يعني أنا فاكر أنا كنت في مجلس الإدارة وكان هو لسه مرشحش نفسه وما كانش في حساباته انه يرشح نفسه ولجأت له قلت له ان احنا محتاجينك في اكثر من مهمه نقابيه قال لي انا تحت امركو وكان يلبي الطلب لما كنا بنعوزه في خدمات الاعضاء وانا ما اعتقدش انه هو هو بيؤدي الخدمه هو في ذهنه انه في النقابه او مش في النقابه في مره من المرات هو قال لي انا مش هرشح نفسي فرحت له قلت له انت لو ما رشحتش نفسك هتبقى الحركه النقابيه في مصر خسرت يعني نقابي كبير قال لي هتقولش عليها نقابي كبير وبتاع بكلم عن نفسي مش عليك فضحك <applause> قال لي ليه قلت له ما انا كمان مش نفسي انا راهن ترشيحي بيك لو انت مش هترشح نفسك انا مش هرشح نفسي قال لي انا ما انا بخدم من غير اي حاجه قلت له معلش برضو اما تبقى في موقع المسؤوليه علينا التزامات جهه الزملاء والاعضاء أحمد البدير أحمد بدير الإنسان قلبه كالطفل بيزعل بسرعة لكنه يعني بيرفع غضبه وزعله أسرع من نتصور أحمد بدير بالنسبة لي محطة مهمة في حياتي حبيته صديق وأخ إنسان وفنان ونقابي عايز أسأله سؤال مهم جدا بقى قال الأوان إن مسرح الدولة يستفيد ويستمتع بجمهوره العريض من الطبقة الشعبية العريضة بفن أحمد كبير. إحنا عايزين وعد صادق والتزام صادق بتقديم تجربة على مسرح الدولة. أنا بحيي دكتور أشرف زكي. وأنا على فكرة معلش اسمحيلي أحييه. عن جموع الفنانين كلهم. أشرف زكي نقابة متحركة. صحيح. لوحده. آه في في أي مشكلة يعني مش عايز أقول لحضرتك في أي حاجة آه الفنان قبل ما يفكر هو عايز إيه بتلاقيه جنبه. آه أنا ما أعرفش هو بينام إمتى. لا إنسان معرفش ما أعرفش هو بيقعد في بيته مع بناته إمتى مم. ومع زوجته بتكلم آه. جد. أشرف ممكن أكلمه يقول أنا في مستشفى مش عارف إيه، وبعد ربع ساعة ألاقيه مش عارف في مش عارف في هيئة إيه، بي لا ربنا يحميه ويديله على قد عطاؤه لأنه قيمة كبيرة نقابية، و والنقابة لا تستطيع أن تستغنى عنه. صحيح. آه. مدفعاً. انما بالنسبه للسؤال بتاعه بقى جميل قوي طيب. انا انه انا بدي وعد اهو في ساعه صفا آه هات لي النص يا دكتور وانا تحت امرك اعرضه من بكره بس اتورطت خلاص لا ده حقيقي ده حقيقي آه. طب خلاص واحنا من ساعه صفا بنقول لدكتور اشرف زكي احضر النص بسرعه قبل ما يرجع في الكلام لا مش عارف طب مش هترجع في طيب <applause> 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 عموما آه يعني آه انا عايزه اقول انه برضو نشوف فاكس من فاكساتك عشان جمهورك ما يزعلش ونبدا بالفاكس رقم واحد وهو من حظك انه من القاهره آه الفاكس بيقول الاعلاميه صفاء ابو سعود احييكي على برنامجك المميز شكرا والذي عودنا على القائد على نجومنا الكبار والذين لهم مكانة كبيرة في قلوبنا وخاصة نجمي المفضل وهو ضيفك اليوم الفنان القدير أحمد بدير أحييه وأتمنى أن يكون أن يكثر من أعماله المسرحية الهادفة ونراها أيضا على الشاشة الصغيرة شفت بقى على الشاشه الصغيره زي ما انا بقول لك بعد ما تتعرض المسرح طيب اوكي آه. ماشي بعد المسرح اوكي آه وقد قرات في احد الحوارات الصحفيه مع الفنان الكبير احمد بدير انه قد شارك في حرب اكتوبر فهل يحكي لنا تجربته في الحرب حتى يقتدي به أبناؤنا الشباب وكيف آه اثرت هذه التجربه في حياه احمد بدير النجم الكبير. مها عبد الرحمن من القاهرة بس يا آه هو طبعا لا شك ان حرب اكتوبر المجيدة العظيمة اللي حررت ارضنا واثبتت ان الجيش المصري فعلا جند الله كانت تجربة مثيرة جدا ايامي انا كنت في التوجيه المعنوي في كنت مراسل حربي فكنت بطلع مع الوفود اللي بتيجي كنا بنعمل آه برامج عسكريه زي صوت المعركه الاستاذ احمد ابو السعود والاستاذ حمد الكنيسي وكانت تجربه ملهمه جدا لان كان فيها الانضباط وكان فيها الضبط والربط اه والضبط والربط والانضباط واحترام المواعيد وان دقيقه ممكن تفرق ده خدمني انا كفنان مم. انا لغايه النهارده ممكن آه يبقى في اوردرات وابقى عارف ان مثلا الاوردر الساعه 12 وحاروح من خلال ثلاث ايام مارستهم في الاوردر ان مش هيبداوا قبل الساعه 2 آه. بس برضه الساعه 12 اروح ممكن ابقى عارف ان مشاهدي مع فلان وفلان ده هيتاخر ساعه آه. عوايده انه يتاخر ساعه بس برضه هروح آه. فالانضباط في حياه الفنان مهم جدا جدا لان الانضباط بيخليه محترم بين الاخرين آه. بيخليه ملتزم وما بيقللش من نجوميته مع الاسف في ناس تفكيرهم صغير شويه يعني يقعدوا يلفوا يقعدوا يلفوا قدام باب الاستوديو العربية لغايه ما يشوفوا الممثلين كلهم اكتملوا فهو يخش اخر واحد فيتقال هو ده النجم يعني يا سلام ده ده شيء غريب <applause> انا من هذا المنطلق بروح اول واحد عشان يتقال عليكم كومبارس وابقى سعيد ب... ب... جمال عليك كومبارس اه وابقى سعيد بده <applause> طب انا عايز اسالك في مسرحيه سلامه سلم نفسك م. سلامه سلم نفسك اه المسرحيه دي انت قفلتها بعد عرض موسم واحد لا مش كان... موسم ده اقل من من موسم طيب ده هو شهر تقريبا لان كان في ظروف ايه بقى ظروف مسرحيه سلامه سلم نفسك آه كانت مسرحية آه جيدة جدا على فكرة وفي بداياتها أول ما تعرضت نجحت جدا بس المشكلة إن يوم فتح المسرحية افتتاح الرواية يعني كنت نايم قبليها بقى وقايم خدت الشاور ورحت المسرح عشان أفتح أول يوم عرض ففوجئت أنت ما عرفتش اللي حصل إيه اللي حصل ده العراق هجمت على الكويت في نفس اليوم أنا بقى ليا اتنين اخوات كمان في الكويت عزت أخويا ومحمود أخويا، الاتنين هناك وعمالين يقولوا على اللي بيحصل والضرب والدمار والمش عارف ايه، فطبعا كان في أصدقاء ليا كويتة كتيرة في مصر في الفترة دي بعد اللي حصل بقوا يجوا يوميا يقعدوا عندي في الأوضة في المسرح نقعد م. نتكلم عن الأخبار وعايزين نتصل وعايزين نعمل، فالحقيقة لا أنا كنت مركز ولا هم يا عيني كانوا مركزين في الفترة دي وكانت مساله صعبه جدا ان انا استمر في هذه الظروف عرضتها كم يوم تقريبا شهر تقريبا شهر آه وما طب ليه بيقال او اشاعه طلعت قالت ان انت وقفت هذا العرض بسبب خلافات مع الفنانه شيرين وقالوا انك اتحججت بحكايه العراق دي لا, لا خالص شيرين دي نسمه على أو فكرة الكلام اهو في الارشيف لا لا ده عشان صورة <applause> ليها بس <applause> لا لا بس الكلام اهو دي الارشيف لا ما هو على فكرة مش كل ما آه ما, ما, ما 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 يكتب آه ما آه يعني بيقال انكم اختلفتوا على الافيش لا لا خلاف لا. كبير لا, لا ما كانش في اختلاف كانت مسألة واضحة احمد بدير شيرين وكان معانا في سيف النصر والله يرحمه محمد الشرقاوي بالعكس كانت تجربة ناجحة جدا كان فيها ضحك كويس جدا وكان أول مرة فرقة باليه روسي تبقى في مصر موجودة في مسرحية وكانوا عاملين شو لذيذ جدا وكانت تجربة بس فعلا الظروف بتاعت اللي حصل في هذه الحرب وان لي اتنين اخوات وزائد حتى نفسي اقول حاجة كان اياميها عبد الله بيغني الغنوة بتاعت اللي 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 آه يا الله على اللي حصل آه للكويت في الفترة اللي بعديها على طول، كنت بسمعها وبعيط. يعني الفنان ما بينعزلش عن مجتمعه. يا أمة الإسلام خلص يا مني الكلام؟ اه يا أمة الإسلام، والله يعني كا كان الواحد زي بالظبط ما كنت أسمع غنوة ما تقولش إيه اديتنا مصر، ولغاية دلوقتي أعيط. آه ليه؟ واللي هندي إيه لمصر؟ ليه؟ عشان مصر غالية علينا كلنا. جايز جوايا شجن معين في لحظات معينه، آه. جايز فيه بفتكر حاجات معينه، آه. يعني زي ما سمعت ما تقولش اديتنا مصر وكنت بعيط فعلا، كنت بسمع غنى طبلاوي وشي بعيط فازاي الفنان مش ممكن الفنان ممكن ما يخصه هو يتجاوز عنه، يعني والدتي الله يرحمها توفت وانا بعمل كروم بزبادي وبعد ثلاث ايام عرض والدي الله يرحمه توفى وانا بعمل على الرصيف وبعد برضه ثلاث ايام عرض انما لما تبقى المشكله في في بلد ما دي الغريب ان آه. انت مع عشان عشان مثلا اخواتك في بلد ما قفلت المسرحيه لا وفي وفاه والدتك ده, ده انا هقول حاجه لا مش مش اخواتي وبس وفي دمار بيحصل دمار بيحصل ليش؟ يعني انت مهموم بـ بـ بكل حالات حالة البلد آه يعني وبحالة الوطن, ما الوطن العربي ما ينفعش ما ينفعش الفنان زي ما كنا بنروح في القضايا الفلسطينيه ورحت آه مع زمايل كتير رحنا دول عربيه وكنا وهنا في النقابه بنتبرع بالدم وبنعمل اجتماع آه الفنان ما ينفعش ينعزل يعني عن القضايا بتاعت امته آه والا يبقى مجرد حفيظ واحد بيحفظ حاجات ويقولها صحفي انت قلت ان الممثل الكوميدي بالتحديد اقدر على في الكوميديا من الممثلة الكوميديانة ليه بقى وجهة نظرك دي قلتها آه آه يعني ايه طبعا شوفي في تاريخنا حبس ده عدد الكوميديانات الستات قليل آه مش كده طبعا والكوميديانات الرجالة اكتر آه لسبب آه ان في المسرح انا كمشاهد ممكن اتقبل من الرجل م. ما لا اتقبله من المرأة. م. في الإفهات مش الإفهات الجارحة أو الخارجة، لا حتى في في في, أفيا في 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 رياكشن في حاجة ممكن اتقبل برضه الشرقية جوانا ها آه. حتة إن المرأة ما ينفعش تعمل أه حاجات الراجل يعملها في الحركة أو في الكلام. ف ليه طب احنا عايزين عندنا امثله كتير عندنا مثلا فنانه زينه صدقي فنانه جولاد زاي سهير البابلي ودات حمدي كويس مثلا كويس. وفي سناء يونس وسعاد نصر وهنا آه. فاخر وعايزه اقول انه احيانا بتبقى ممثله تراجيديانا في اكثر من المرحومه الفنانه الكبيره امينه رزق اللي طول عمرها اشهر تراجيديانا تمثل اما عملت كوميدي كانت لطيفه استاذ يوسف وهبي في السينما غير المسرح اه في السينما غير المسرح اه سينما تلفزيون غير آه. المسرح ليه؟ المسرح لان الجسم كله باين فانا ممكن اقول ادي له ادي ما ينفعش واحده تقول ادي له <applause> ادي يعني انا اقول مثلا انا الحمام اللي عندكم ده مش عارف ايه الواحد قاعد آه. والهوا بيطص في جفاه طب انت تخيلي حد... واحده تقولها ازاي يعني <applause> او الفيسون مثلا <applause> <applause> لا يعني في شخصيات ممكن تقول حاجات يعني سهير. سهير البابلي مثلا عائشه الكيلاني ايوه انا بحب آه على العدد بس آه آه بالعدد آه العدد قولي. النسبه اه انت بتكلم على النسبه, النسبة يعني النسبه بس انما في كوميديانات طبعا آه, اه في في ارشيفك آه خبر غريب حكايه الارشيف غريب أنا مش عارفه أنا انت اللي <applause> عامل مشاكل في الارشيف <applause> بيقول الارشيف ايه؟ ثلاث ممثلات وراء استقاله احمد بدير ومع الخبر صوره الفنانات الثلاثه ايه مين هم بقى جيهان نصر وشيرين سيف النصر ودلال عبد العزيز ايه الحكايه دي ايه الخبر الغريب ده انت قدمت استقالتك منين انا قدمت استقاله آه. وهم في المجلس رفضها الكلام ده من شهرين لسبب بس آه. ان انا فعلا حسيت ان انا لو جه حد دلوقتي غيري هيبقى باور اكتر ممكن يبقى عنده افكار اكتر بمعنى اسمح لي نؤجل بس طيب. المنطقه دي حاليا ل... لاننا يعني نلتقي بنجم رائع احنا بنحبه وهو مبدع وبيحبك وانت اكيد بتحبه معانا النجم على تليفون خالد زكي حبيبي أه لسه هقول اسمه والله. يا سلام أه والله كنت اقول فتوح وخالد لسه داخلين المجلس السنادي أه وعملوا أه في المجلس السنادي أه اللي ما حدش عمله ما شاء الله فاذا الدم الجديد دايما مطلوب اكيد مساء الخير خالد اهلا اهلا كيف ازيك اولا انت وحشنا جدا ربنا يخليك وكنا نحب ان انت تكون معانا على الشاشه النهارده ولكنك بتتكلم بالتليفون <applause> أه الله يخليك انا طبعا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده وبتمنى للبرنامج كل النجاح الله يخليك وسعيد جدا جدا النجم الجميل اخويا وصديقي والفنان المبدع والانسان المبدع أكتر احمد بدير ربنا يخليك يا استاذ انا يعني آه انا مش هقول كلام دبلوماسي لمجرد ان انا آه ممكن يتحس منه ان انا بجامل انا عمري ما بعرف اجامل ودايما آه يعني بيتقال ان خالد بيقول كلام وكلام آه ساعات ممكن يكون جامد عشان <applause> ان انا ما بعرفش جامد <تصفيق> انما بصراحتك <applause> المعهوده يعني اه بالظبط بالظبط انا آه يهمني قوي زي ما أنا عارف كويس أحمد بدير يهمني أوي أقول للناس أن أحمد بدير ده فنان فنان الزمن الجميل الله و... وأحمد بدير على المستوى الإنساني لو قعدت أتكلم عليه ساعات وساعات مش هقدر أو في حقه آه. وعلى المستوى النقابي م. أحمد بدير في خلال الدورات اللي فاتت والدورة دي آه، الجندي المجهول بيعمل مجهود وفي الخير أوه. واسمح لي احمد معلش يعني آه، انت دايما بتحاول انك انت آه، ما تتكلمش عن نفسك انما انا يهمني جدا ان الساده المشاهدين يعرفوا ان احمد بير اعمال الخير اللي بيعملها ومساعده المرضى والجري وراء حقوق الناس آه، مجهود فوق العاده صحيح يعني يعني وهو دايما ما بيحبش يقول لي لا انا مش عايز اتكلم انا مش عايز اقول أنا انما لا حقك ان الناس كلها تعرف انك انت قايم بمجهود جبار جبار وحتى لو حد بيحب ان هو يقلل من مجهودك لاي سبب فده لازم يبقى معلن للكل ان احنا بدير بدير 20 قد أب... مش 20 قد 100 نفر نفسي قبل ما نقفل معاك الحوار تسال احمد بدير سؤال يكون دار في دماغك تحب تساله له ونسمع رده عليه عليك يعني في الحل والله ما فيش اصل انا انا يعني مش هعرف اسال احمد اي سؤال لانه احنا الحوار مفتوح بيننا باستمرار واحنا عشان مجلس اداره النقابه كمان دام افتكرت حاجه يا احمد؟ افتكرت حاجة يا خالد انا كنت واخد منك 100 جنيه فكرني اديهم لك والنبي اه والله فكرني بس بس دي مش أول مرة يا أحمد كمان <applause> 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 أنا بنسى <applause> <applause> لو جينا على المياس هقول لك ايه <applause> أعمل لي كشف بعمل له كشف لا والله يعني أنا يعني الحقيقة والله أنا سعيد خالص إن أنا النهاردة <applause> على الهواء ومع أحمد بدير الجميل و وانا بتمنى يا رب باستمرار الله يخليك والتوفيق الله يخليك يا خالد واحنا بنشكرك جدا وعارفين انك مشغول وانك بتصور وفعلا بتكلمنا من الاستوديو وبنتمنى لك فعلا النجاح وبنشكرك لا على التزامك معانا بالمواعيد وبعدين انا يعني انا بيهمني جدا بقى نقطه هامه جدا نعم في النهايه عشان أخد ختام جميل ايوه وده اللي انا محوشهولك في الاخر ده لي انا؟ اه طب قول لي بقى يا خالد انت مديه بهجه للقناه كلها الله يخليك وجمال ربنا يخليك وذوق وحضور الله يخليك ونباقه يا انت الله يخليك استاذه لكثيرين يا رب يخليك يا خالد ان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنك كده وظن كل الجمهور اللي بيسمعك دلوقتي آه واكون قد الكلام إنت. الحلو ده انت مش محتاجه الراي لانه ده راي الناس كلها الله بس أه انا يعني حبيت آه الله يخليك آه يعني ايه في اخر الكلام نحلي آه. كده <applause> ده اجمل شيء يعني انت حدقت بيا في الاول ده طبيعي يا احمد <applause> <applause> يا أيوة ربنا, ربنا يخليك, ربنا يخليك يا رب نشوفك في الله يخليك ونشوفك يا رب في احلى ادوارك اللي على طول تثري الشاشه على طول يا خالد ربنا يخليك انت تستاهل كل سيكون. خير وكل نجاح وارجو ان انا ما اكونش ضيف ثقيل على البرنامج ده انت ضيف عزيز ده انت من حلاوه كلامك عايز انا اخش على التليفون وانت تيجي تقعد هنا يعني. <applause> يا حبيبي يا احمد ربنا يخليك يا حبيبي ميرسي يا حبيبي الله يخليك شكرا يا خالد ميرسي قوي سلامه في امان الله الله يخليك يا الله يسلم فهو الاستقالة أه ما كانتش عشان الموضوع ده الاستقالة أه لا الاستقالة عشان أنا نفسي أه فعلا زي ما كنت لسه بتكلم سبحان الله قبل أه ما خالد دخل إن فتوح وخالد لسه داخلين المجلس ده أه وعملوا اللي ما اتعملش أه يعني يكفي إن هم مثلا جابوا لنا أكتر من مليون جنيه هم الاثنين إزاي؟ أه تحصيل تحصيل مبالغ لينا هم اللي قدروا يجيبوها فعملوا اللي آه ناس كتير ما تقدرش تعمله يعني فانا الدم الجديد آه دايما نعم بيدي باور فانا كبرت شويه على يجي غيري عنده باور اكتر آه يعني بس انا عايز اقول حاجه هو في تقريبا يعني الارشيف ده بيتقال فيه ان انت يعني ما ما قلتش منين مصدر ثروات الفنانات الثلاثه دول لا, لا 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 اولا لا ده يمكن ده ملوش دخل بي لا لا والموضوع ده والله مش مظبوط آه ده جي اولا انا بحترم جدا جيهان نصر وجهان وشرين. نصر وشيرين ودلال طبعا انا بتكلم لا بالمناسبه ان جيهان دي غايبه عننا بقالها خمس سنين او اكتر آه. وست محترمه متجوزه وعايشه حياتها بعيد عن الفن دلوقتي جيهان بدات معايا بدور جملتين في جوز ولوز آه. وانا كنت بعزها جدا مم. وبعدين جات في مره قالت لي انا عايز اسيب المسرحيه قلت لها قالت لي اصل جاي لي فرصه في فيلم قلت لها امشي مش عايزك قلت قالت لي اصل المنتج قلت لها دعوه امشي ما تجيش من بكره بالعكس مم. لما بلاقي حد عنده فرصه احسن اه ده طب ده جهان نموذج لل للفنانة اللي الواحد بس اللي, اللي مكتوب انك انت يعني اصريت انها تفضل لدرجة انها راحت عملت بلاغ في الاسم ده مين؟ انت في جهان؟ ايوه ده, ده انا زي ما اقول لحضرتك هي كانت في جوز ولوز بتعمل دور جملتين بس ككلب كده في اول <applause> مشهد فجات قالت لي انا بعمل فيلم اسمه في زياره السيد الرئيس وواخدة دور <applause> فرصه فقلت لها طب ايه المشكله؟ لي إيه يعني عايز اسيب مصحي عشان ده في سفر وفي ليل ودقوة وتصوير له قلت لها خلاص يمشي قالت لي اصل انا كلمت المنتج فالمنتج رفض قلت لها مالكيش دعوه على مم. مسؤوليتي اه ومشي خلاص؟ ومن تاني يوم جبت واحدة تانية عادي عملت الدور بالعكس ده قابلتني بعديها وكب يعني هي بتعزني جدا غريبة قوي يعني لا والله الموضوع ده مش مظبوط الأرشيفات عندنا لا لا. أقول لك حاجه على فكره انا مش بقودين ما يكتب م. ما يكتب عني م. لان في بعض الناس بيكتبوا حاجات مش مظبوطه بعض الناس بعض. انا كتبوا بنشيت كبير في جرنان احمد بدير ابنه حرامي ابنه وانا ما عنديش ولاد بس عادي <applause> ايه ما عندكش ولاد؟ ما عنديش ولاد صبيان لا لا قالك احمد بدير طب استنى بقى هدخلك لا ما انا هدخلك بقى ان ما عندكش ولاد هدخلك مكالمه تليفونيه من ابنك دلوقتي